سلام، غايب ديال الفيلم بواحد المجموعة خارجين من المبنى ودايرين كاسكات وهازين باليزات في الظهور ديالهم. المطر ديالهم كانوا كيتسناوهم. ديماراو تحركوا، قدر يوصل عليهم ماكس بالطوموبيل ديالو وهبطوا ليه لتحت من دروج وتعصب حيت فقدهم. كانت المدينة خاوية، بلاصة في الشارع باش يسمع من لي ديماري. هما كانت عندهم خطة اخرى، كانوا دافع على المطر في سكات حتى لواحد شوية عند ديماراو وسمع صوت بعيد شوية. هنا الرئيس ديالو ناتان تيقول لي ما تتبعوش، جي كوبرا خطير. ما سمعش الهضره وتبعهم على رجلي، هربوا غيمشي باش يعرضهم من الجهه الاخرى. خلى حتى دازو ثلاثه الاولين وضرب الرابع بحديده، حاول يهرب ليه ولكن شدوا، حيد ليه الماسك ديالو وبان ليه وجهه وتيرى ليه في الركبه ديالو هرسها. هذا هو جيكوب، ما بغاش يقتلو، خلاه يتعذب تما وهرب. هاد الحادثه دازت عليها 3 سنين. عندنا واحد الدري مازال صغير وركب في الطياره ومخلوع، حل القبية ديالو كان مضروب برصاص. حيت الرحلة فايتة ساعتين قرر باش يخرج من الطيارة ولغى الرحلة نهائيا في آخر لحظة، وغادي يعيط الأب ديالو اللي هو جيكوب اللي تبعو ماكس 3 سنين هادي. قال ليه بلي وقع ليه شي مشكل وغير رجع لواحد لوطي سميتو غريغومار، وهو خايف بزاف ولكن في آخر لحظة غيجيو الأمن وشدوه. ماكس فاق ومن الحادثة اللي وقعت ليه حياته تدمرات، باقي تياخذ العلاج لحد الان للركبه ديالو. جات عنده ساره الزميله ديالو باش يخرجوا يمشيوا للخدمه، ديما كتواسيه وهو معزز على بعضياتهم. كانوا بجوج بهم غينقلوا واحد المجرم اللي خطير وسميتو وارنز، متهم بقتل واحد الدري بليك اللي هو صاحب ولد جيكو، وشي سيكوريتي شافوا مع هذاك الدري قبل ما يموت، وهذا هو الدري اللي عندهم اللي غيصيفطوا به الحبس. هو انكر هادشي، السبب اللي عطاهم كان مع جداه وتتفرج هو وياها في شي فيلم. سارة تتكتب الملاحظات ديالها في يديها ماشي في كتاب. من اللي وصلوا هاد الجوج ناتان منتظر وطوم هما الرؤساء ديال سارة وماكس، قالوا لهم بلي ويزمان غنطلقوه حيت سيكيورتي اللي تعرف عليه ما بقاش باغي يشهد، وباللي فعلا كان كيتفرج مع جداه. سارة مرضاتش بهادشي وداروا فيها باش تسمع الهضره، اما ماكس ما بقاش كيهتم بالمجادله معهم، يديروا اللي بغاو. ماكس شاف واحد صاحبه تهضر مع ناتان وعيط ليه في المكتب ديالو سولو اشنو واقع. جاوبوا بلي راهم شدوا شي دري صغير بالتهمه انه كيسرق الحوانت وسميتو روان ستورد ولد جيكوب ستورد. السيد تغير، ناتان جمع البوليس بلي لقاو ولد جيكوب مضروب برصاص بنفس السلاح اللي مات فيه بليك صاحبه، وتجسسوا على التليفون ديالو ولد جيكوب. لقاو معيط لشي واحد في ايزلاند ودابا القوات راهم صيفطوهم لديك البلاصه. ماكس يقول ساره بشويه ما غتصدقش ليهم هاد الخطه، خاصهم يتسناو واحد شويه باش يخليو جيكوب يعتقد بلي راهم ما لقاوش. سمعوا ناتان تيهمسوا، مع ذلك ما بغاش يقول ليه، قال ليه دير اللي بغيتي. مشاو البوليس فين ساكن جيكوب في الخلا، طوموبيل كان مخدمات سخن، واحد اللي حداها زرب عليه وضربه، تسد الباب ومشات الطوموبيل. تبعوها الطوموبيلات ديال الشرطه وكاع تيراو فيها بالرصاص، والمشكل انهم غادي يكتشفوا بلي راها خاويه. خوتنا فاش دخلوا لدارو كان داير واحد البريكه، من اللي غيتحل الباب كامل داس النقشه وشعلات في الغاز وتفجرات القنت كامله، وهو كان هارب من الغابه غير على رجليه وسافر في طياره يشوف ولدو المريض. مشى ماكس وساره عند ناتان وطوم باش هما اللي يتكلفوا بالقضيه ويشدوه، والخطه كانت باش يحطوه في السبيطار عمومي يبقاو مراقبينو حتى غيجي. ووافق عليه طوم. وصل جيكوب تلقى بصاحبه قديم، سولو على ولده، قال ليه بلي راه مشدود حيت كان متورط في شي حاجات ولكن ماشي خطيره، هو وبليك. بليك مات وولدك شدوه في المطار وعارفينو بلي راه ولدك واخا كان مبدل الهويه ديالو. ماكس وساره مراقبين الغرفه اللي فيها ولده، وجيكوب فعلا جلس السبيطار ودار واحد الكاسكيت، داز وشاف ولده غا هو ما دخلش، كمل الطريق ووقف بعيد. جو سولو واحد خونا فين هي الغرفه فلان فلانيه، ويا تجي واحد الخطه صيفطوا الغرفه ديال ولده مع تخليها خرجوا ليه البوليس كانوا غير في الغرفه اللي حداه. معصب عليها ماكس قال لهم سولت غا واحد دار كاسكيت هو اللي صيفطني هنا. خرج تيجري يقلب عليه، ضرب واحد كان لابس واحد الكاسكيطه ولكن ما كانش هو. غادي هو وصاحبه في الطوموبيل وسولوا على لوطيل غريغومار اللي ذكر ليه ولده في التليفون قبل ما يشدوه، وقال ليه ديني تما. ولد جيكوب مات وغيخليو داكشي سري حيت مازال على حساب اعتقادهم غيجي جيكوب باش يخرج ولده. وصلوا للفندق هو وصاحبه، دخلوا الغرفه اللي كان ولده ساكن فيها، حل واحد الشراجم بان لي ساك عامر فلوس وشي ورقات فيهم الدم. هنا قال صاحبه باش انه ينشر الخبر ديال ان روان في لوطيل غريغومار باش يشوفوا شكون اللي غيجي لدوك الفلوس.
سارة تسرق بواردز من طوموبيل ديالها، بغات تشوفو فين غادي. جايكوب راه في الغرفة ديال ولدو، دخلوا واحد جوج تيقلبوا على الفلوس اللي مخبيه في الدار، وهنا غادي يبداو يتبادلوا في القرطاس. وصل ماكس توا عرف من صاحبو باللي راهم كاينين تما، واحد فيهم مات قتلو جايكوب والاخر هرب، وحتى جايكوب غادي يهرب. ماكس وصل وعرف باللي راه ما بقاوش تما، ونزل من الدروج باش يتبعو. الساعة هو نازل في الدروج تلوات يرجلو وعاود هرسها. سارة مازال تابعة ووردز، مشى لواحد بلاصة فيها الحاويات، صنع على شي مستند وشافته سارة. خرج هو، دخلات هي عند السيد اللي تما وتتلعب عليه بالأنوثة ديالها. صيفطاتو باش يقلب ليها على شي حاجة تما، ملي عطاها بظهرو شافت على شنو صنع ووردز وعرفات الحاوية بالضبط فين كاينة، ومشات قزاتها نيشان. حلات الكونتونيرا ديالو، لقات صنادق فيهم شي حاجة، ولكن هنا غيدخل عليها ووردز وشافتو تخلعات. قالت لي بلا ما تدير شي حاجه، حيت ماكس راه عارفني باللي راه كاينه هنا وغادي يقتلها. جايكوب الطريقه اللي قلبوا بها دوك جوج الغرفه وكيفاش كيتيريو، جا مدربين ماشي اشخاص عاديين وصاف. ماكس تلاقى طوم وقال لي هادوك كانوا جوج ديال ضباط الشرطه، وكل واحد فيهم عنده اختصاص وهما ماشي من نفس القسم. أسجابهم بجوج لتما، واحد فيهم هرب، وهذاك اللي هرب لقى ليه النظاظر ديالو واللي كان هو ناثان زميل ديالو. غيقول ليه بلي بلايك ذاك العام تشد بتهمة ديال حيازات المخدرات، واللي شدو هو هارفي. هذا هارفي هو اللي مات في لوطيل اللي قتلو جايكوب. جايكوب عيط لناثان، عرفو بلي راه كان تما. ناثان قال لي انا عارف اللي تيرا لك على ولدك، اجي نتلاقاو في واحد القهوة كنعرفها. وارز درجو تا ديال سارة وحطها في دار ديال ماكس باش تلصق ليه التهمة. صاحب جايكوب جا قبل ما يتلاقاو وجا ديك القهوة ولصق واحد السلاح تما، حيت ملي غيجي جايكوب غيقلبوه وما غاديش يخليوه يدخل بسلاح بطبيعة الحال. طوم جسس على تليفون ديال ناتان وعرف العنوان ديال القهوة وعطاه العنوان باش يمشي ويقلب عليه، وهادشي يخلي غير سر بيناتهم وما يقولها لتا شي واحد. وصل جايكوب فتشوه ما غادي يلقى والو، كان داخل ناتان وحتى وارنز. ماكس حتى هو غيوصل للحفلة، نقز لداخل من واحد شريجم، شاف جايكوب هرب ليه. جاو حتى البوليس ناتان وارنز، بغاو يقتلوا حتى ماكس وخا بوليسي بحالهم، يعني هذا كامين دايرينو ليه، وطوم واحد منهم، كلشي فاسد الا ماكس. جايكوب وصل السلاح اللي خبى ليه صاحبه، هز وقتل به ناتان وكان غيهرب، ولكن غادي يسمع القرطاس باقي كيتطلق. رجع باش يعتق ماكس من وارنز، ركبوا في الطوموبيل ديالو وهربوا. غا هو ماكس ما تمالكش راسو، وناطخش عليه واحد الكروشيه في وجهه، وغيزرب عليه جايكوب مره اخر وهز عليه سلاح باش يثبته، وقال ليه ديني عند ولدي وخداه فين كان. كان في واحد المشرحه وبقى فيه ولده بزاف، مشى ضحيه بقى كيبكي. كانوا خارجين من تما وتلاقاو الزميل ديالو اللي قال ليه لقينا الجوتي ديال صرف دارك. اللي غيزيد يدخلوا الشك اكثر هو انه كيمشي مع جايكوب، ما بغاش يحيد لي من الطريق، وهذا دوب السلاح وضربو ماكس. وهنا شاف سارة ميتة وتا هو حزن عليها وكانت عزيزة عليه بزاف. جوج بيهم صدومين من مود الأعز ما كيملكو، سولو شكون اللي قتل ليه ولدو، واش البوليس واش حتى سارة متورطة. وهنا غادي يعاود ليه كل شي باللي ولدو مات بسبب وورز هو اللي قتلو، ومتورط مع ناتان وربما حتى طوم. وتفكر اش كانت مكتوب على يد ديال سارة، The Punch 119، وديك البلاصة مفرقة على ثلاثة، تورك وآكرون والجماعة. جايكوب عارف الرقم 119 هو الإحداثيات والرقم ديال الحيوية. وارز وصل دار جداه، لقاهم جالسين لي مع جداه في الصالون، هو خدينها راهينة بلا ما تحس، أصحاب ليها غا صحابو من العسكر، كيهضرو. واحد شوية وغيبدا القرطاس كيتشاير في ديك الصالة. العجوز جاتو واحد القرطاسة في كتفه وشدو وارز، بزو عليه باش يعيط لطوم، قال ليه خاص نتلاقاو الليلة في الجماعة دا بونش، حس بشي حاجة ماشي هي هادي ومع ذلك غادي يجي. مشى لبلاصة فين كاينين الحاويات وهما لقاو داكشي اللي اكتشفت سارة، الأسلحة. وصل طوم وضيقوا عليه ونزلوه بزز. ماكس عطى الإشارة لجايكوب وتيلا ليه في كتفه. هنا ماكس غيكتشف كلشي، جاو دوك جوج دراري نهار سبعة باش يشريو السلاح من وارز، وكان مع دوك جوج ضباط. وبلايك تعرف على كرون حيت هو اللي شدو داك العام، وهادشي عرض الصفقة للخطر. بلايك مات، هو جايكوب هرب ومعاه الفلوس، وكرون مشى يقلب على الفلوس في الفندق، وتما تلاقاو جايكوب وقتلو. وفي هاد اللحظة غيجيو الرجال ديال طوم تما ونوضوها بيناتهم، وبحال أي فيلم قتلوهم وهرب ليهم طوم. وارز مات، طير ليه راسو ماكس. تبعو طوم لواحد السطح وتما شدوه، حاول انه باش يسلك منهم ولكن غيتيري فيه جايكوب. ماكس هز سلاح عليه باش يعتقلو لانه باقي حاقد عليه من نهار هرس ليه رجلو،
ولكن غيهبط السلاح في الاخر وغادي يسمح ليه وخلاه يهرب وبقى ماكس بوحدو تما. وتال هنا الفيلم ديال الليله غيكون سالا وغادي نتلاقاو في واحد جديد ان شاء الله. الله يعاونكم.